السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ الصف السادس. فيديو هذا اليوم هو عن المواضيع المحذوفة لمادة التربية الإسلامية. طلاب عندنا صفحة 4 من آداب تلاوة القرآن الكريم وأحكام لام ال التعريف داخل هاي الصفحة. صفحة 5 أيضا الجدول داخل، أيضا صفحة 6 داخلة، صفحة 7 داخل، صفحة 8 داخل، صفحة 9 حذف، 10 حذف، 11 حذف، صفحة 12، 13 حذف، صفحة 14 التقويم الهجري داخل، صفحة 15 أيضا تكملة الموضوع داخل، صفحة 16 حسن الجوار داخل، 17، 18 هذا كله موضوع داخل، صفحة 19 معركة الخندق هذا الموضوع حذف، تكملة الصفحة حذف، 20 حذف، 21 حذف، 22 حذف، 23 حذف، 24 حذف. عندنا من سورة النجم هاي مطلوبة، صفحة 25، صفحة 26، 27 و28 هذه كلها مواضيع مطلوبة. عندنا صفحة 29 الإيمان بالرسل مطلوبة، واحد صفحة 30، وأيضا صفحة 30 هذه مطلوبة، صفحة 31 إتقان العمل حذف، تكملة الموضوع 32، 33 حذف. عندنا صفحة 34 حذف، 35 حذف، 36 حذف، 37 حذف، 38، 39 كلها حذف. آفات اللسان صفحة 40 داخل، 41 داخل، صفحة 42، 43 كلها داخل، 44 كلها مواضيع داخلة. صفحة 45 الإسراء والمعراج حذف، 46 حذف، 47 حذف، 48 داخل، 49 داخل، وتكملة الصفحة 50 داخل. عندنا الحذف 51، 51 حذف، 52 حذف، 53 حذف، 54 حذف. العفو والتسامح 55 داخل، 56 داخل، 57 تكملة الموضوع داخل. عندنا صورة الإنسان حذف، 58 حذف، 59 حذف، 60 حذف، 61 حذف، 62 حذف. 63 مطلوبة أعزائي التلاميذ في رغبة الحج، صفحة 63 مطلوبة، 64 أيضا مطلوبة، صفحة 65 الحديث تحريم الغيبة مطلوب، تكملة الموضوع 66، 67 هذه كلها داخلة أعزائي التلاميذ. عندنا أيضا 68، 69 هذه كلها مواضيع مطلوبة، 70، 71، 72، 73 هذه كلها مواضيع مطلوبة، 74، 75، 76، 77 هذه كلها، 78 مطلوبة. عندنا الحذف صفحة 79، هذه الصفحة حذف، 79 حذف، صفحة 80 حذف، 81 حذف. عندنا من الحديث صفحة 82، 83 هذه كلها داخلة، 84، 85 داخلة، 86، 87 هذه مواضيع داخلة، 86، 87 هذا موضوع داخل. عندنا الحذف صفحة 88، 89 هذه حذف، و90، 91 أيضا هذه حذف. هذه حذوفات كتاب الإسلامية للصف السادس الابتدائي. شكرا لكم أعزائي التلاميذ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.